بتوجيهات من سمو الشيخ خليفه بن علي بن خليفه الخليفه محافظ المحافظه الجنوبيه اقامت المحافظه الجنوبيه فعاليه القرقعون بمشاركه كبيره من الاطفال وعائلاتهم. واكدت المحافظه الجنوبيه ان اقامه الفعاليه تاتي انطلاقا من حرصها على احياء العادات والتقاليد البحرينيه كما انها تعزز من مفهوم الشراكه المجتمعيه والانتماء الوطني واحياء الموروث الشعبي. واوضحت المحافظه ان الفعاليه اشتملت على عروض تراثيه وشعبيه ومسابقات وتقديم الهدايا والجوائز للمشاركين الذين احتفلوا بفقرات القرقعون بالاهازيج والاناشيد الخاصه بهذه المناسبه من جانبهم عبر الحضور عن سعادتهم بهذا الاحتفال مشيدين بالمستوى الذي اظهرته المحافظه الجنوبيه للاحتفال بمناسبه القرقعون